حرف الميم. ميم. ملاك. ملاك. موز. موز. مربع. مربع. حرف الميم. ميم. من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدان. مزمور 82. ما أعظم جودك الذي ذخرته لخائفيك وفعلته للمتكلين عليك تجاه بني البشر. مزمور 31:19. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق؟ أم اضطهاد؟ أم جوع؟ أم عري؟ أم خطر؟ أم سيف؟ رومية 8:35. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ مرقس 8:36. مع المسيح صلبت فأحيا، لا أنا بل المسيح يحيا فيا. غلاطية 22. حرف الميم.